على كل يعني حقيقة أولاً الحزب هذا معناتها تاريخه نضاله مصداقيته البرنامج نتاعه مشروعه معناتها واحد عنده باش يتشرف وباش يعتز ما عندوش باش يولي والله كأنه يفكر يعني ينتمي ولا ما ينتميش ولا يخبي يقولوا لا انت كنت في سي اصحاب احنا كنا والله عندي كانت حويجه هكا معاهم انا توا قاعد نخمم هذا في مخنا هذا يلزمنا نعالجوا ولا كريمه كما ناس قدمت ديميسيون بتاعها ولا يسبوا فينا ان شاء الله نمشيو على البقعه خير يلقاو الخير. اما احنا ما دار اللي نعتبره ان رغم كل هذا ما زال عندنا دور وقاعدين نقوموا دور ربما السياسيين اليوم ما يحبوش يحكيوا عليه. لكن التاريخ وجدكم مرحلة أساسية في تاريخ تونس. كونه بعد الثورة وبعد الانتخابات بيان تونس كان قاعدة تقدم وتأسس ونهار نكمل الدستور نتاعنا وننظم انتخابات ديمقراطية قادمة وتطلع مؤسسات عندها شرعية وتبدأ في سياسة وتخطيط وإصلاحات هيكلية للمستقبل بيان بالمجد الناس اللي تتكلم علينا برا ويقولوا سيروا ذلك نبينوا أنه بالفعل نموذج يحتذى وباش يكون عنده بالفعل إشعاع يعني على بقية العالم العربي الإسلامي. ماهيش بلعبة هذه الائتلاف هذا اللي عملناه. محير الناس الكل. الداخل اللي ما يستعدوش التغيير لأنه عنده امتيازات ومصالح يحب يدافع عليها. لكن حتى البر لأنه يعرف العدوى. خاصة وقت النموذج ينجح. ثم احنا نحبوا المجتمع هذا كفاءة نحو وكفاءة صدر وكفاءة انقسامات وكفاءة فتنة كلنا مسلمين وكلنا حدثيين وكلنا نحبوا تونس ونحبوا تونس في المحيط نتاعها العادي. تونس تعيش كلها لاباس مع محيطها الجغرافي والسياسي لكن نحبوا التوانسة يعيشوا مع بعضهم. ما يبداش الكياس كي يشوف لحية أطول من الأخرى يجري ويركض ويسكر على روحه بأربعة في الليل. كيما نعيش ساسية وساير البلاد بالخوف. باش نعيش توا بالخوف. نخافوا في كل هذا. ثم دور روحها في الحكومة. أنا نأكد لكم ونعرف اللي أنتم تعرفوا. لأن عندكم علاقات بالأحزاب الأخرى سواء كان في الجهات ولا في العاصمة. الأطراف هذه اللي قاعدة يعني نهار الكل كل يوم يطلعوا في الدوزة. الكل هم يحلموا. وقت اللي غمضوا عينهم ليلة كاملة يحلموا في البلاصة اللي احنا فيها. ما يحبوش يقولوا. ولا يقولوه في التراكم. أنت كالسيو. اما بعد ليه ما عايشناش ليه ليه ويبداو يعملوا في شط العزم على الهجاب وتنحيوا السيادات تنحيوا الوزارات تنحيوا كذا انفا مسؤولين احنا ولا شنو ولا ساق على ساق نعلقوا على الاكتواليتي